تقول ان هي في الاول اسرتها بدأوا يتفهموا بقى خلاص ان هي ما ينفعش تاكل لحم خنزير او تاكل لحوم محرم انها تاكلها، لكن اكبر تحدي قابلها ان هي كانت بتشتغل في الام تي في، كانت مش بس اكبر مذيعه، ده هي كانت مشهوره جدا ومعروفه جدا في المانيا، وكان عندها برنامج شباب بيكلم الشباب كمان في المانيا، فمعروفه جدا ومحبوبه جدا في وسط الشباب. فجاه لما اسلمت فقدت كل ده، فجأة ستوب تماما، توقفت تماما، ما عادتش بتتعامل اصلا مع الاغاني ومع مع الام تي في، وبقى لها 10 سنين ما بتشتغلش في المانيا. You know, they thought is she supporting terrorism? Very negative press campaign all over Germany. Is she supporting terrorism? Oh, strange, you know, Islam, why, you know? In the press, they could not understand. But now, alhamdulillah, 10 years later, when I came out with a book, and also before, after the Hajj, that came in the press in Germany, they were very good reaction. For the book, I only had positive press. Alhamdulillah in Germany. So things have changed. بدأت بعد كده الصحافة تتكلم عنها ان هي ليه الاسلام وشمعنى الاسلام بالتحديد، وان هما طب هل هي بتناصر الارهاب او هي يعني مع الناس الارهابيين، لحد ما بعد كده خرجت من المانيا بعد 10 سنين بقى دلوقتي لما عملت الكتاب كمان بتاعها، وبعد ما عملت حج وعمرة، الصحافة هناك في المانيا كتبت انها عملت حج وعملت عمرة، وبدأت ده يدي رد فعل احسن من اللي كان موجود في الاول، والكتاب كمان ادى مردود احسن من كده في المانيا. Yes, can I just tell you something else? You know why I wrote the book? I wrote the book because I wanted to build a bridge between Islam and the West. Yes. And to try and dissolve misconceptions and prejudices and show the West the beauty I found in Islam. You know? No, yes. يعني تريد تكون جسر بين بالظبط، هي كتبت الكتاب عشان بس تبقى جسر بين الاسلام وبين الغرب، عشان تضيع كل المفاهيم اللي بتقول ان الاسلام ضد المراه او ضد الناس دي. عشان كده عملت الكتاب ده، عشان الناس تفهم ايه هو الاسلام وتحس بجماله وتحس بالروح اللي فيه. والله انا نفسي ان احنا نسعد بكلمه ختاميه منها تقدمها للمسلمين، ويعني تقول للمسلمين كلمه كنصيحه في هذه الأجواء التي تعيشها الأمة والتحديات التي يمر بها الإسلام الآن. Finally, Sheikh Khalid, requesting that you say a short speech to the whole nation of Islam, especially in these conditions of challenges and all challenges that Islam facing these times. So you have to say a short speech to the whole Islamic nations. Just a small word. Assalamu alaikum. Without advice. I'm very honored to be here and very happy to be here. And my advice, really, have I got any advice? Actually, to read Iqra. You know, because I had to learn everything afresh as a German, former Christian. I knew nothing about Islam and I had to learn everything afresh and question many things that were told to me. And many times when people tell me this is Islamic, that is Islamic, actually it's cultural. So my main advice would be read the Quran, read the Sunnah, read books about Islam, and don't just blindly practice what somebody else tells you. It may be not Islamic at all. So number one, Iqra, and number two, keep God in your heart. بتقول اول حاجة هي بتنصح الناس بالقراءة، لان هي اقرأ، هي قالت انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن الاسلام، لما قريت الكتب وقريت عن الاسلام وقريت القرآن وقريت الكتابات والاحاديث عن الاسلام، بدأت تعرف ايه هو الاسلام، بدأت تعرف ايه هي الحياة. فهي بتقول للناس كلها اقروا، تنصح الناس ان هو اقروا عشان تبدأوا تعرفوا، تبدأوا تعرفوا اللي حواليك وتبدأوا تعرفوا ايه هو الاسلام. اهم حاجة تاني حاجة ان هي بتقول خلي دايما ربنا جوه قلوبكم، هو ده اللي هيخليكم احسن ناس. والله احنا بنرحب بيها وسعداء بوجودها معانا، وقناة ازهري سعيدة جدا انها قابلت شخصية عظيمة زي شخصيتها. We are welcoming you very much and we are very happy that you are here with us in Azhari channel. Thank you. And thank you very much and that's very honor for us to be between us. Thank you so much. And Sheikh Khalid, thanking you very much. Thank you.
بارك الله فيك وبارك الله فيكم. الحقيقة يعني استمتعنا بهذه الفرصة التي سمحت لنا ورأينا فيها كيف أن الله غالب على أمره، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله هذه المرأة أعظم بكثير جدا من الذين أخذوا الإسلام وراثة وهم يسعون للنيل من إسلامهم ويحاولون التنصل من إسلامهم. امرأة باعت الدنيا وكسبت الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منها وأن